ياكول. السلام عليكم، معكم وسيلة صبحي. أنا فرحانة بزاف ولي الشرف أنني انتمي لعائلة ديال هذا العمل الفني اللي هو ناس الحومة. هذه تجربة يعني مميزة لي مع رشيد الوالي الفنان والمخرج في هذه السلسلة. بالنسبة لأجواء التصوير هنا أجواء التصوير وهادو حنا كنعيشو بحال عائلة مع بعضياتنا، فرحانين مشطانين ياك نصور. حنا عايشين بحال ناس الحومة وفرحانين واخا شوية ديال الأيام داز. زوين 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 بزاف. كما كتشوفوا الأجواء ديال التصوير أكثر من رائعة، رائعة بوحدها ما كافياش. أكبر بكاية ديال التورناج، أكبر بكاية ديال التورناج هادي. وهذه لالا الياقوت على راسي وعيني، كنحبها بزاف وكنحب الاخوات ديال ناس الحومه الممثلات الكبار ديالنا والاخوات كلهم. بغيت نقول لكاع الناس اللي مكونيكتين دابا سواء سور فيسبوك سواء سور يوتيوب سواء كاع هاد المواقع الاجتماعيه، رمضان مبارك سعيد، يدخلوا عليكم ان شاء الله ربي بالصحه وبالسلامه ومغفره الذنوب. نرجس الحلا، رشا هائل، تبعونا في رمضان سلسله ناس الحومه.